السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. يوجد كثير من الأدوات المميزة والرائعة والمشهورة في السيديا، ولكنها مدفوعة ويعني ثمنها يحول دون أن تقوم بتنزيلها والاستمتاع بها. ولكن في هذه الحلقة سنكسر هذا الحاجز وسأوريكم أداة فقط يمكنكم تنزيل كل الأدوات المدفوعة مجانا فقط بإضافة هذا السورس الذي يظهر أسفل الشاشة الآن في الفيديو. ستقوم بإضافته في السيديا وقائمة السورسات، بعد ذلك ستنتقل إلى خانة البحث وستقوم بكتابة CY down وتقوم بتنزيل أول نتيجة في البحث وتثبيتها والضغط على Restart Spring Board. بعد ذلك ستظهر لك الأيقونة في الشاشة الرئيسية، ستقوم بالدخول إليها والتأكد من أن الأداة مفعلة وتفعيل خيار Enable. بعد ذلك يمكنك الاستمتاع بتنزيل أي أداة تريدها مثل الأداة التي تراها أمامك الآن في الفيديو، أداة Fake GPS التي تقوم بتغيير موقعك في الخريطة. تمكنك يعني الأداة مدفوعة ونسختها البرو مدفوعة، فأستطيع تنزيلها مجانا وكل الأدوات. أتمنى تكون هذه حلقة قناة أعجابكم. سيكون هناك أدوات كثيرة في الأيام القادمة، فقط يعني لازلت أبحث عن كاميرا أستطيع التصوير بها من أحد الأصدقاء ومن هاتف، أعثر على أي هاتف أو كاميرا أستطيع التصوير به. ولكن ستكون هناك حلقة يوجد بها الكثير من الأدوات في الأيام القادمة. رجاء لا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك سبسكرايب إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد صغير ومدونة العالم الافتراضي، فقط بالضغط هنا على زر سبسكرايب للتواصل بجديد الحلقات شبه يومية. كذلك لا تنسى زيارة الموقع للقناة h3v.com. نلتقي في حلقة قادمة.